بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحيين نعمته وبركته من الان والابد امين. في البدايه اسالكم شويه اسئله كده. النهارده الحد بيسموه حد ايه؟ نور. برافو برافو عليك، حد النور. طيب الحد اللي فات كان حد ايه؟ بيسموه ايه يعني؟ طب تعالوا ناخدهم مع بعض كده عشان نحفظهم. انتوا حافظين اسابيع الصوم بس مش حافظين اسابيع الايه؟ الخمسين يوم دول. اول حد نسميه حد القيامه طبعا اللي هو كان في عيد القيامه. خلي بالكوا المركز بتاع الاحد ده كله هو المسيح، يعني القرايات كلها مركزه على شخص المسيح له المجد. الحد الثاني بيسموه حد توما، نسميه كده هو نديله اسم احنا الايمان، يعني الايمان بالمسيح. طب والحد الثالث الخبز، صح؟ نسميه ايه بقى؟ احد خبز المساء. المسيح قال لهم انا هو الخبز النازل من السماء. نسميه الشبع بالمسيح. يبقى القيامه، بعد كده توما الايمان، بعد كده احد الخبز اللي هو الشبع بالمسيح. الاحد الرابع او الثالث، يعني لو احنا اعتبرناه ما حسبناش الحد الاولاني عشان ما تتلخبطوش، هم سبع اسابيع يعني. فلو الثالث اللي هو اللي فات دوت نسميه حد السامرية، وده سميه الحد بتاع المية، يعني الارتواء بالمسيح. الارتواء بالايه؟ بالمسيح. يبقى الاولاني ها؟ ماشي، نفوت حد القيامة ونبدأ من الاولاني، يعني نقول الاولاني اللي هو حد توما. حد الاولاني حد ايه؟ توما، يسموه الايمان، يعني يعني الايمان بالمسيح. الحد الثاني الشبع، ده ما ننساهاش دي، الاكل والشرب ده بالنسبه لنا حاجه، هي رحله، خلي بالكم هي رحله بنحطها في بنحط في الباك بتاعنا الحاجات دي كلها. فالحد اللي بعديه هيبقى الايمان الاول ناسق في الرحله، والحد الثاني اللي هو حد الشبع لازم اخد معايا في الرحله اكل يعني. فالمسيح في رحلتنا وغربتنا على الارض بيدينا الافخارستيه، جسده ودمه، وبعد كده بنحتاج ميه. الميه هنا هوك او الارتواء دوك اشاره لعمل الروح القدس جوانا، نرتوي بالمسيح من خلال الملء بالروح القدس. طيب والحد اللي بعد كده النهارده حد بيسميه حد الايه؟ المسيح قال لهم انا هو نور العالم. فعايز المسيح يقول لك انا هو النور، وهنتكلم فيه النهارده طبعا، اللي هنور لك الضلمه بتاعت العالم وهنور لك الطريق. وبعد كده الحد الخامس، يبقى احنا خدنا في الحاجات معانا، خدنا في ثقه في ايمان، وبعد كده خدنا معانا اكل وخدنا شرب ونور عشان ينور للطريق. هينقصنا ايه بقى؟ ان احنا نعرف الطريق، النافيجيتور بتاعنا. المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. فالحد اللي بعد كده هو حد الطريق. طيب خدنا الحاجات دي معانا. الحد بقى السادس هنحتاج معانا رفيق في الرحلة دي، فالمسيح يقول لك أنا هو الرفيق اللي هبقى معاك في الرحلة دي. ونختم الأسابيع بحلول الروح القدس اللي هو يوم الخمسين، وده إشارة للفرح للأبدية. وبعد الآباء تأمل في الأسابيع دي وقال إن الأسابيع دي تشبه الرحلة بتاعة البني إسرائيل في البرية. المسيح كان هو الصخرة اللي طلع منها المية، بعت لهم المن والسلوى ان هم ياكلوا، وهو كان بينور لهم بسحاب وبينور لهم بعمود من النار، وهو كان الرفيق معاهم في الرحله دي، وفي الاخر وصلوا ارض كنعان، وده الهدف بتاعه. نراجع الاسابيع كده هو قبل ما نخش في الكلمه بتاعه النور. يبقى حد الاولاني بعد القيامه حد اسمه احد توما، يعني ايه؟ الايمان. الحد اللي بعد كده اللي هو احد الخبز، يعني الشبع بالمسيح. بعد كده السامرية اللي هو الارتواء، اللي هو إشارة إن احنا نرتوي بعمل الروح القدس جوانا. وبعد كده الرابع النهارده النور، ينور لينا المسيح الطريق. وبعد كده الخامس الطريق، المسيح يقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة. وبعد كده السادس ها نسيته؟ الرفيق اللي هو هيكون في رفقة حياتنا. ونختتم الأسابيع دي كلها بالإيه؟ بحلول روح القدس، اللي هو نوصل لارض كنعان وفرح الحقيقي. وهي دي غربتنا في العالم،
نحن لا نستطيع أن نسير في غربة هذا العالم بدون هذه الأمور. لازم أكون واثق في الغربة، واثق في اللي هيبقى معايا في الغربة بتاعتي دي، واثق في الإله بتاعي، يعني ما يجيش أي تجارب تهزني أيا كان. لازم عندي إيمان، ما أقدرش أبدأ رحلة. يعني كلنا بنركب الطيارة مثلا وشايفين الطيار، عمرنا ما شفنا الطيار ولا بتاع، بس احنا بننام وبتاع في الطيارة وعارفين ان احنا هنوصل، مع اننا ما عرفوش، عندنا ثقة في الطيار ده. طب احنا بقى القائد بتاعنا معروف وقال ما تهتموش، وقال على رسام بولس الرسول اريد ان تكونوا بلا هم، فليه طب احنا قلقانين وتعبانين. وفي الرحلة بتاعتنا دي برضك مش هنعرف نمشي في العالم بدون اكل. كلنا بنحب طبعا الاكل عشان نعيش يعني، فالاكل بتاعنا بقى اللي هيساعدنا في الغربه هو الافخارستيه، هو جسد الرب ودمه، ان اشبع بالمسيح من خلال ناخد جسد دمه. وكمان في الرحله بتاعتي محتاج ميه. تعرفوا ان في ناس بتموت من العطش، فانا لو انا روحي ما ارتويتش بعمل الروح القدس جوايا وشبعت بالمسيح هموت من العطش، وروحي ديك تموت من العطش. وهحتاج برضك في الرحلة بتاعتي استنارة، محتاج نور ينور للطريق اللي هو كلمة ربنا اللي هو المسيح، كلمة ربنا اللي تنور للطريق. ومحتاج كمان ان انا اعرف الطريق، هو المسيح قال لي انا هو الطريق والحق والحياة، ومحتاج انه يبقى معايا رفيق ليا في هذه الرحلة عشان اعرف اعدي ألمات هذا العالم، عشان في الاخر هلاقي فرح مستنيني وأوصل إلى أرض كنعان بقى أورشليم السمائية. النهاردة المسيح بيقول لهم أنا هو النور، أنا نور العالم. إيه حكاية النور دي؟ هنلاقي في العهد القديم في سفر التكوين في الأول يقول لك قال الله ليكن نور، وكانت الأرض إيه؟ غريبة مظلمة، وكان روح الرب يرف على وجه المياه. عايز يقول لنا ربنا ايه؟ عايز يقول لنا لو فيك ظلمة انا ممكن انورك. طب ايه يا رب اللي نور الظلمة اللي في قلبي؟ يقولك الكلمة، هو قال كلمة ليكن نور. كلمة ربنا هتديك استنارة، قرايتك في الكتاب المقدس باستمرار هتديك استنارة، هتديك معرفة، هتديك نقاوة. فربنا قادر انه بكلمة ربنا ينور الظلمة اللي في حياتك. هنلاقي تعبير انه هو عن الثالوث، آية جميلة جدا عن الثالوث. يقول لهم كده المسيح له المجد، ما دام لكم النور اللي هو الاب، امنوا بالنور اللي هو الاب لتصيروا ابناء النور اللي هو الروح القدس. تاني المسيح يقول لهم كده، ما دام لكم النور اللي هو الاب، امنوا بالنور اللي هو الاب لتصيروا ابناء النور اللي هو الروح القدس. فالمسيح يورينا برضك ان هو عن الثالوث، ويكلمنا عن الثالوث. واحنا حتى في القانون الايمان بنقول ايه؟ نور من نور في قانون الايمان. ربنا النهارده عايز ينور الظلمه اللي في حياتك. لما بيقول انا هو نور العالم وعايز ينور الظلمه اللي في حياتك. طب ايه يا رب انواع الظلمه اللي في حياتي؟ بعض الناس عندهم سموه بلوك مايند، ظلام في العقل، ظلام في التفكير، عقله مقفول، في ظلمة في الفكر بتاعه، يعني من الآخر مش فاهم. تحصل أمور في حياته يقول ليه يا رب كده، ويقعد يتذمر بدل ما يشكر ربنا يقعد يتذمر، مش فاهم. ويمكن بيتعامل مع الناس كده هو زي تلميذي عمواس، كانوا بطيء الفهم. المسيح حتى وبخهم قال لهم، يعني هو قال لهم أيها الأغبياء، بس في الترجمة يعني اللي هو يعني مش قادرين تفهموا ده، انا قعدت معاك وقلت وبتاع ده، يشرح لهم بقى من العهد القديم ويفهمهم. وبولس الرسول قال لهم برضك ايها الغلاطيون الاغبياء، يعني بطيء الفهم، في ظلمه في الفكر، ربنا قادر ينور الفكر ده والعقل. زي اللي بنشوف الناس اللي قاعدين يقتلوا وظنين ان القتل ده يعني يقدمون خدمه لله زي ما يقول الكتاب، وبيموتوا هم نفسهم، يعني حاجه غريبه جدا. في ظلمة في الفكر، كمان في ظلمة في العين البصيرة. وهنا مش بس الواحد يبص ويشوف بعينيه، لكن البصيرة نفسها الواحد فيه أمور يقدر يفهمها. لما يجي واحد مثلا موقف معين يمر بيه كذا واحد
واحد يسامح ويغفر والتاني ما يغفرش. طب ليه؟ واحد عنده بصيرة والتاني ما عندوش بصيرة. عنده بصيرة انه شاف وعذر الحواليه دول، قال ده معلش غصب عنه، يمكن ابليس بيحاربه غصب عنه، يمكن ضعيف، يمكن تعبان، ما احكمش عليه، اقدر اغفر له، عدوي هو ابليس مش الناس. الظلمة الاصعب هي ظلام القلب. واحد قلبه مشاعره كلها ضلبة، وهنا ربنا يقول لك انا نور القلب دوك، انوره بالمحبة الحقيقية، انوره بالغفران والصفح للاخرين. المسيح قادر انه يعمل كده. فالمسيح بيقول لنا انا هو نور العالم، هو نور العالم، هو النور اللي بينور من خلال كلماته في الانجيل، هو النور اللي بينور في الصلاة. لما بصلي ما بقدرش اصلي بدون الابن، زي ما قلت لكم قبل كده، نحن نصلي لله الاب من خلال شفاعة الابن بالروح القدس. عشان كده الكنيسة الملهمة بالروح القدس أضافت على أبانا الذي بالمسيح يسوع إيه؟ ربنا. أنا ما أقدرش أقف قدام الله الآب بدون دم المسيح، بدون الصليب، بدون شفاعته. فالمسيح له المجد، هو نور الصلاة أيضا، وهو نور المشورة اللي ينور بصيرتي وينور القرارات اللي أنا أخدها. فالمسيح قادر انه يطرد الخطية من حياتك، قادر ينور الظلمة اللي جواه. المسيح قادر ان يهبك الطهارة بدل الظلمة بتاعت النجاسة، هو قادر يطرد الحاجات دي. زي النور ما بيطرد الظلمة، المسيح قادر ان يطرد من قلبك اي شهوة واي فكر نجس. المسيح قادر ان ينور ذهنك للقرارات اللي تاخدها في حياتك حسب مشيئته، ساعتها تقول لتكن يا رب إرادتك ولتكن مشيئتك. الكنيسة الصراحة في الآخر بتحاول توصل لنا فكرة النور زي اللي احنا بنشوفه النهاردة من خلال الأضواء اللي في الكنيسة. الكنيسة بتبقى منورة ليه؟ عشان تقول لنا انتوا في السماء. وكمان الكنيسة تستخدم حاجات جميلة جدا، يعني في أنديل في الشرقية اللي شايفينه دوك، المفروض الانديل دوك لا يطفئ، على طول يتولع. طبعا كان في شماس زمان اسمه القندلفت، ما عرفش تسمع عنه ولا لا. القندلفت يعني كان مسؤول عن الاناديل، انا مش عارف اترجم قندلفت ازاي سلوى دلوقتي، يعني اللي هو مسؤول عن الاناديل، يقعد يشوف الاناديل من ورا ولا لا. نور بتاع هذا الشرقيه بالذات، يعني بعد ما خلص الدرس نطفي كل حاجه الا هذه الشرقيه، لازم تظل مشتعلة، إشارة لأن الله حارسنا وساهر علينا باستمرار. فالكنيسة عايز تقولك المسيح هو النور اللي سهران عليك على طول. نلاقي كمان الكنيسة في تمثيلية القيامة تطفي النور وبعد كده تولعه لنا، تقول لنا عشان المسيح هو اللي بينور عن طريق القيامة، قيامته هو وقيامتك أنت من موت الخطية بتاعتك، لأنه هو النور بتاعك. كمان تلاحظوا لما بيجي نصلي في الصوم الكبير، أول ما يجي النبوات نلاقي إيه؟ الأنوار كلها اتطفت والشموع، وبعد كده لما نبدأ الصلاة تاني تولى. عايز يقول إن كان العهد القديم كانوا لسه في الظلمة، لما جه المسيح النور هو اللي نور. كنا عايشين في العهد القديم في الظلال في الرموز، لكن المسيح جه حقق هذه الظلال وحقق هذه الرموز. هتلاقوا كمان في المعمودية، تلاقي المعمد المفروض يزف بالإيه؟ بالشموع. عايز يقول إن المسيح أنار حياته، وإن المعمودية دي استنارة ليه. كمان كان في زمان، معرفش دلوقتي بقوش يعملوه، كان في سر الزيجة كانوا يحطوا شمعدانين، فطبعا كانوا يحطوا الأشابين دول عشان يتجوزوا، فيحطوهم في مصر يعني، فيحط واحدة تقول لك ولازم واحدة من عند العروسة واحدة من عند العريس، لكن الموضوع ملوش دعوة بالجواز ولا بالحاجات دي كلها، لكن عايز يقول المسيح هو اللي هينور هذه الزيجة، المسيح هو اللي هينور هذا البيت، هو اللي هينور هذه الكنيسة الجديدة التي تؤسس. هتلاقي كمان واحنا بنصلي في ابنوتي 99 يقول لك حط ثلاث شمعات
وتكون منورة على الصليب. عايز يقولك ان الثالوث هو الذي ينير لنا، واحد من الثالوث اللي هو الابن هو اللي ارتفع على الصليب عشان ينور الظلمة بتاعت العالم دي كلها. فالكنيسة تقعد تدينا اشارات، وكمان احنا كمان بنعيش هذا الفكر. لما نبص للشمعة هادية وتلاقيها ساكنة ووديعة ما بتطلعش صوت، وقاعدة تحترق وتنير للكل بدون أن تتحدث ودون أن تتزمر، عايزنا احنا كمان نبقى مثل هذه الشمعة ننور. بالرغم ان الشمعة دي زي ما انتوا عارفين مادة كثيفة، يعني ما بتنورش من ذاتها، عشان تتنور لازم تعمل لها ايه؟ تولع فيها نار. وهنا نار الروح القدس اللي جوانا، عشان ننور للناس لازم نشتعل بمحبة روح الله، نشبع بالمسيح، نشبع نمتلئ بالروح القدس. عشان كده أي خادم يخدم لازم يقعد مع ربنا الأول، يطلع معاه جبل التجلي وينور، أو يطلع معاه جبل حريب زي ما كان موسى، وينزل بعد ما يقعد مع ربنا ينير على الآخرين. وهكذا الشمع. وإحنا كمان بنبص للشمعة بنشوف فيها إزاي بتحترق، وهنا فيها إماتة الذات، كل واحد يميت ذاته من أجل الآخرين، إزاي ما يبصش على نفسه، يقولك بس أهم حاجة أنور للناس اللي حواليا. مشكلتنا أحبائي إن كلنا بندور على نفسنا. تعرفين المسيح لما قال لنا أنتم ملح الأرض لا يصلح لشيء، ده كمان هيداس من الناس. تعرفين إمتى الملح بيفسد بيحصل له إيه؟ بيبقى زي الصخر، صخر لآخر لحظة. الشمعة بتفضل منورة لآخر لحظة، ما بتيأس، مش يجي لها شوية تجارب وتقولك لا طريق ربنا ده أنا مش نافع أمشي فيه. لا، خلي بالك، وفي ناس ما كملتش الطريق. دماس قد أحب العالم الحاضر وتركني، ناس كتيرة ما كملتش الطريق. يهوذا لم يكمل الطريق لآخر لحظة، للأسف هلك. ودي خطورة، خلينا خلي بالك، يقول لك خلي بالك، اصحى، خلي بالك من خلاصك. الجهاد لآخر لحظة، ما حد يقول لك الحمد لله أنا كبرت دلوقتي وخلاص كبرت على الخطايا بتاعت الشباب والصغيرين ومش عارف إيه. لا، خلي بالك، داود سقط وهو كان متجوز سبعة وسقط مع بالشبعة. خلي بالك، خطية ملهاش كبير، لا هي بتعرف سن ولا تعرف ولا تعرف رتبة ولا تعرف أي حاجة من الحاجات دي كلها. عشان كده الشمعة لما نشوفها منورة والآخر لحظة، يعني جهاد مستمر، وحياتنا مع ربنا هي حياة جهاد مستمر. ونقول له كده بنورك نعين النور، وزي ما قال بولس نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. يبقى زي الشمعة دي مستمرين في الإضاءة مهما كانت الظروف، مهما كان العالم كله مظلم قدامي، مش همشي زيهم، مش هبقى زيهم، أنا شمعة ولازم أنور للناس دي كلها. نلاقي إن الشماس يمسكها عند الحمل برضك الشمعة، عايز يقول اللي هيتقدم ده هو نور بتاع العالم. وفي حاجة طقس كده بقاش نعمله دلوقتي، لما أبونا يلف كده هو قبل ما يجي يرى الإنجيل يبقى في شماس ماسك شمعة. إشارة الشمعة دي إشارة ليوحنا المعمدان اللي كان سابق للمسيح وفرش الطريق أو حضر الطريق للسيد المسيح له المجد. وهنلاقي برضك جنب المسبح شمعدانين، هو طبعا المفروض ما يتحطش على المسبح، المفروض شمعدانين كبار يتحطوا جنب المسبح، إشارة للملاكين اللي كانوا عند القبر، ملائكة منورة. هنلاقي برضك عند قراءة الكتاب المقدس يتحط هنا هو يمسكوهم طبعا شماسين، يمسكوا شمعدان، عايز يقول ان كلمة ربنا سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. عايز يقولك ان كلمة ربنا اللي هو المسيح هو النور بتاعنا الحقيقي. وزي ما قال في امثال 6 الوصية مصباح. طب والشمعة، الشمعة بقى المسكة الشماس في الاخر بتقول المسيح بذل نفسه لاخر لحظة، اطاع حتى الموت، موت الايه؟ موت الصليب. وريك البذل اللي عمله السيد المسيح له المجد. هنلاقي في سبت الفرح نحط سبع شمعات وسبع فتايل، اشاره طبعا للسبع مناير بتوع الكنيسه والمسيح يتمشى في الوسط.
يمكن أبونا السنة دي برضك قال لي على حكاية فكرة شمعة زيادة أبونا مينا، حكاية التمانية دول، فبقوله ليه تمانية؟ قال لي عشان تمانية رمز الأبدية وإحنا عايشين في الأبدية. كان تأمل برضك حلو بالنسبة للشموع. ففي سبت الفرح نحط هذه الشموع إشارة للمسيح اللي ماشي وسط المناير السبعة، عايز يطمني ويطمنكم أنا في الكنيسة، ما تقلقوش أنا راعي الكنيسة وأنا اللي بشوف الكنيسة. لو شفنا الشمع زمان، ما عرفش كان فيكم حد من أيام زمان، يعني كان كنا زمان في الكنيسة احنا اللي بنعمل الشمع، ما حدش كان بيعملهن. فكان يتعامل من العسل بتاع النحل. ونقول ليه طيب بتعمل من عسل النحل؟ تقول لك عشان الكاهن لما يشوف الشمع دوت اللي مصنوع من النحل يقول يجب ان يتحلى هو ايضا بالفضائل، زي النحل كده يكون نشيط ويتحلى بالفضائل. النحل يقعد عشان يعمل العسل بتاعه يروح على كل الايه الورد وياخد من رحيقه، فهكذا الكاهن ايضا ان ياخذ من هذه الزهور وهذه الفضائل ويتعلمها هو في حياته. وهي ايضا بالنسبه لكل واحد فينا لما يشوف الشمعه دي مصنوعه من عسل النحل يقول طب فين الفضائل بتاعتي، يروح يسمع عظه لابونا فلان، يروح يقرا كتاب لابونا فلان، يروح يقرا مش عارف ايه، يتعلم فضيله المحبه، يتعلم فضيله الطاعه، يقعد يتعلم وياخد من هؤلاء الناس ويتعلم منهم. كمان كانت الاناديل زمان تضاء بزيت الزيتون، وهنا زيت الزيتون طبعا اشاره لروح ربنا وعمل روح ربنا داخلنا. كمان خلي بالكوا الاضاءه دي في الاخر عايزه تقول لنا خليكوا سهرانين، خليكم مستعدين. زي مين؟ زي الخمس عذارى الحكيمات. خلي بالكوا، خلوا على طول في المصابيح بتاعتكم زيت، اوعى الزيت يخلص والمسيح يجي وما يلاقوكوش مستعدين زي ما هو كان متصور يلاقيكم مستعدين. حمل الشمامسة على طول تلاقوا الشمامسة هو اللي ماسك شمع، شفناش حد من الشعب ماسك شمع. فليه طيب الشمامسة؟ إشارة للخدام وعملهم. الكنيسة عايزة تقول للخدام انتوا النهاردة مسؤولين ان انتوا تنوروا العالم، انتوا اللي تحملوا الشارة ديك وتنوروا العالم، دي شغلتكم. مش شغلتك تبقى مهندس ولا دكتور ولا، صدقوني كل الحاجات دي ثانوية، ايا كانت الشغلانة بتاعتك، شغلتك انك تنور العالم اللي حواليك، انك تعمل حاجة في المجتمع اللي انت فيه، في شغلك، في الجامعة، في الكلية، في المدرسة، انك تنور. يعني اختم لكم بقصة لأحد الدكاترة راح الصين وراح هناك يدرس عادي. فراح لما راح هناك، تعرفين طبعا هناك الصين صعب جدا تبشر وتتكلم عن ربنا وإنجيل وحاجات زي كده، كمان الكلام ده من زمان جدا، يجي من 30-40 سنة. وراح هناك فقالوا له انت ممكن تدرس معانا بس بشرط واحد، درس بس ما تتكلمش عن المسيح تماما. وفعلا راح هناك وابتدى يتكلم يدرس المادة بتاعته، ولكن فوجئوا ان الناس كلها راحت ايه تعرف المسيح. فجابوا الراجل ده قالوا له الله مش احنا قلنا لك ما تتكلمش عن المسيح؟ فقال لهم انا ما اتكلمتش. فجابوا كل واحد وسألوه هو الراجل ده بشركم عن المسيح؟ قالوا لا ما بشرناش على المسيح. معرفته المسيح ازاي؟ قالوا من خلال السلوك بتاعه، زي ابونا ميخائيل ابراهيم بالظبط لما كان في الشغل بتاعه الراجل قال له انت كل حاجه فيك حلوه بس الا حاجه واحده بس، انك مسيحي. فقال له كل اللي انت شايفه دوت لو لم اكن مسيحيا ما كنتش هتلاقي ولا حاجه من الحاجات دي. فربنا بيقول انا هو نور العالم، وبيقول لنا انتم نور العالم. والنهارده ربنا بيطالب كل واحد فيكم. حلو قوي سمعنا تأملات عن الشمع والأنوار، لكن الجميل قوي بقى ان كل واحد فيكم النهارده زي ما يكون أضاءنا شمعة يخرج بره الكنيسة ينور للضلمة اللي هو فيها، ينور في شغله، ينور في دراسته، ينور في أي مكان. ربنا يدينا كلنا هذه الاستنارة وأن ننير ظلمة هذا العالم بكلمة الله، لأن كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.